نحتاجوا في هذه الوصفة 5 ديال البطاطات يكونوا متوسطين أو 6، 5 ديال الخيز زوات، 4 ديال البيضات كبار أو 5 صغار، 2 بصلات صغار. على بركة الله نبدأ. أول حاجة عندنا هاد البطاطا راهي مسلوقة، هي خيزو. غندوزو دابا نطحنوهم أو نحطوهم في الحكاكة الغليظة. غندوزو دابا نقيو هاد البطاطا اللي سلقنا، نقيوها ونرجع معاكم. غنحكك هاد الحكاكة الغليظة هنا كما كتشوفو، ضروري في الحكاكة الغليظة ماشي رقيقة، وضروري تكون البطاطا بحرارة ديال المطبخ. نكملها كاملة ورجع معاكم. كتجي على هاد الشكل. ندوزو دابا نحكو خيزو اللي كنت هو بارد، نكون سلقناه وبردناه عاداش نحكو. نحكو خيزو تا هو في الحكاكة الغليظة على هاد الشكل. صافي نستمروا على هكا ونرجع معاكم. جي على هاد الشكل بالحكاكة الغليظة. ندوز دابا نحكو البيض. البيض نحاولو نحكو غير البيض، نحاولو نحكو غير داك البيض، نخليو الصفر غير بشوية باش ما نوصلوش للصفر. كيجي على هاد الشكل. ندوز دابا نحكو داك الصفر، حكيت الصفر. ندوزو دابا البصلة نشلضوها. نجيب طبق ديال التقديم وغادي ندير فيه إطار، أي إطار عندكم بغيتو تستعملوه. أنا غادي نستعمل هذا الدائري. غادي نجيب هذيك الكمية ديال البطاطا، غادي نخوي النصف، النص ديالها تقريبا غادي نخوي هنايا في هذا الإطار. صافي، وغادي نسرحو هنايا في هذا الإطار. نحاولو نقادو نسرحوه مزيان. نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الصوص ديال المايونيز ونحاول نسرحو مزيان على هاد الشكل. اي صوص عندكم حاول تسرحها مزيان على هاد الشكل. انا عندي هاد الصوص ديال المايونيز ديما فيما كنستعملها في لي سالاد ديالي، كنطحن معاها واحد شويه ديال الفرماج. غادي نضيف عليها واحد جوج بواطات ديال الطون، حيديهم الزيت ونستعملهم من الفوق، نوزعهم مزيان. نحاول نوزعهم على القناه كاملين. صافي، نوزعهم مزيان على البلايص كاملين على هذا الشكل. من الاحسن الطون يكون ماركه مزيانه. نحاول نبسط مزيان هذا الطون، وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال المايونيز من الفوق. كنعاود نكرر، هذا المايونيز راني طحنت معاه شويه ديال الفرماج باش يعزز لينا المذاق. على هذا الشكل نحاول نسرح مزيان، وغادي نزيد من فوق منها البصل. هذا البصل ضروري نقطعوه، ما نحكوش حيت لحكينا كيطلق الماء ديالو. انا فقط قطعته ودرته فوق الطون. الطون ومايونيز، مذاق ديال الطون ومايونيز كيجي مع البصله كيجي زوين. نحاول نوزعهم مزيان ونرجع معاكم. غنحاول نسرحها بشويه ديال المايونيز بحال هكا. نحاول نوزع مزيان، نورك شويه باش هذيك تثبت لينا هذيك البصايله. صافي،
ومباشرة فوق من البصلة غادي نضيفو هذاك الجزر اللي حكينا، غادي نضيفو كامل ونحاول نوزعو، نوزعو في أماكن كاملة على هذا الشكل. وغادي نضيف جوج معالق كبار ديال المايونيز، نحاول نفرحهم على هذا الشكل. غادي نضيف هذاك البيض مبشور، ابيض البيض عفوا، ونحاول نوزعو على جميع الاماكن ديال السلطه ديالتنا. غادي نزيد واحد شويه ديال المايونيز من فوق، نحاول نوزعو. المايونيز كيعطينا واحد المذاق خاص في هذه الوصفه ديالتنا، خصوصا الا كان المايونيز منزلي وتزيدوا عليه طحنوا معاه فرماج. صافي، وغادي نزيدو ديك الكميه اللي نقصنا قبيله ديال البيض نديروها من الفوق، عفوا ديال البطاطا ماشي البيض، غادي نحاولوا نديروها من الفوق. وزعوها للاماكن كامله، نحاول نوزعوها غير بشويه، نسرحوها كامله. غنحاول نضيف مايونيز من الفوق، نحاول نغطيها كاملة بالمايونيز على هاد الشكل. ورجع معاكم نعطيوها كاملة. هاي من بعد ما ساليتها غنحاول نزوقها بالصفر ديال البيض، وعندي هنا أوراق ديال البسباس غنحاول نزوق بهم. اللي ما عندوش اوراق ديال البسباس يحاول يدير قزبر ولا ما عندوش، المهم اللي متوفر عنده. على هذا الشكل نحاول نديرهم هنا في الجنب. صافي، نجيب شي وحده اخرى فحالها عندها نفس الشكل، نحاول نديرها هنا، نبقى حتى نكملهم كاملين على هذا الشكل. نجيب وحده اخرى نفس الشكل، نحاول نديرها هنا، نحاول نكمل الدوره كامله على هذا الشكل. كيجيو على هذا الشكل، ونحاول نجيب هذاك الصفر ديال البيض، نحاول كل وحده ندير عليها شويه في الجنب هنا، غير شويه، نحاول نزوق الفرق بين وحده وحده على هذا الشكل، ونستمر على هكا تنسالي. صافي، بعد ما كملتها جات على هذا الشكل. صافي، ندوز نخليها على جنب ونجيب الطبق اللي غادي نرافق. عندي هاد الدجاج رقدته في الليل في دانو مسوس والعطريه كامله، شويه الزعتر. ضروري هاد الدجاج اللي بغيتو يطيب لكم ديريكت في الفران، ضروري خص يكون قديم عندكم، في تكونوا ديروا في الكونجيلاتور ضروري يكون قديم باش يطيب. نجيب واحد شويه الالومنيوم باش نديهم الراس ديالهم، ندور عليه فقط على قد الشكل على هذا الشكل، كنحطو هكا نكمل كامل. نعاود ناخذ الالومنيوم، نجيب وحده نغطي ليها وجهتها على هذا الشكل حتى نكملهم كاملين. طلبوا مني قطعهم لكم على هذا الشكل اللي قطعهم لكم. من بعد ما كملتهم
مباشره غادي ندير لا زيت لا حتى شي حاجه بحال غيتكريا ونرجع معكم. هانتوما كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالو بحال هكا زوين. زينت على هذا الشكل